عالية جدا كما يقال. جو كورة اليوم، كل شيء من حولي يشعرني بمشاهدة مباراة ممتعة. بقي على الفريقين ليقدما أداء ممتعا كبيرا مذهلا في هذه الليلة وفي هذه الأجواء وفي هذا الحضور الجماهيري وفي هذا الحماس، وبطبيعة الحال كل شيء أصبح جاهزا من أجل مباراة ممتعة ومثيرة ومليئة بالدراما الكروية والشغف. يا سلام على هذه الأجواء الغير عادية هنا من ملعب اللقاء. جماهير يمكن القول أنها تصنع الحدث من خلال تواجدها الرائع والكثيف في المدرجات. أوه، شيء لا يمكن وصفه بصراحة. والآن مع انطلاقة المباراة تشيتشاريتو.